في منابر الشيلي عن الوطن، دائما في الصف الاول ومن الاوائل ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يزيدك من فضله يا ابو محمد. يعني في قصيده عن ولي العهد، ابيات كتبتها وطنيه. واجد قصائد، لكن انا بالنسبه لي ترى الحفظ عندي، الحفظ عندي ضعيف جدا، ممكن احفظ شيء من القديم. ابدا اللي تبيه. إيه لكن الجديد الحفظ عندي ما هو جيد، ولا الوطن يستاهل منا، يستاهل منا حتى دمنا والارواح. خل عاد الشعر والقصائد، الوطن مهما قلنا فهو يستحق اكثر، وولاة امرنا يستحقون اكثر من الشيء هذا. لكن الحفظ مثل ما قلت لك، انا عندي اذكر لي ثلاث ابيات. ابدا اللي تبي يا ابو محمد. اذكر لي ثلاث ابيات في سمو ولي العهد، في مرحله من المراحل كانت في هجمه ضده وضد الوطن وضده، واقول هذا زعيم الشرق الاوسط باختصار. هذا زعيم الشرق الاوسط باختصار، خلها للغيره تضيع علومها. هذا زعيم الشرق الاوسط باختصار، خلها هل الغيره تضيع علومها. ما هو غريب ان الاعدام انها تغار، حتى السماء قامت تغار نجومها، وجيه اعطاها من الحشمه وقار، وجيه وطاها دق خشوم. الله 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 الله، صح لسانك. يا سلام يا سلام، وجيه وطاها ودق خشوم. نعم صح لسانك، بيض الله وجهك يا ابو محمد. ابو خيال الله يحييه. الله يبقيك، شرف منور. مرحبا يا ابو محمد، حبابك. الله يرحب بك. راح هذا عند لي بالبرنامج، الله يطول عمرك. بدنا نسمع شيء ذا الليل، ترى ابو محمد يقول اليوم اي بالله لازم نسمع، والله قصص وقصيد وحركات. للامانه انا ذا الليل ما ودي لا حكي ولا غني ولا اسوي شيء، اقعد